بفضل الله يا جماعه برضو الحمد لله يا جماعه. دي الطن العلف نزل اهوت ابو نرمين للارانب عند اخويا مجدي يا جماعه بورسعيد، وانا تحت امر الجماعه شباب. اي حد محتاج علف، محتاج ارانب، محتاج سلكات، محتاج مطارات للبتاع العصافير الزينه، محتاج فصل السمان للحمام للفراخ، لكل المستلزمات يا جماعه موجوده هنا يا شباب. اهي كل المستلزمات بفضل الله موجوده عند اخويا مجدي بفضل الله شباب. الارانب بكل انواعها، الاعلاف ماشي، علف ابو نرمين يا جماعه، علفنا عند مجدي اهو يا جماعه اهوت ماشي. بتاع الشهر ده يا جماعه شهر مايو يا شباب، اهو شهر مايو بتاع الشهر ده لسه جاي من المصنع حالا على المحل. اه شباب جاي من المصنع حالا على المحل يا شباب اهوت بفضل الله ماشي. هنا بطاريات الارانب، هنا بيت الولد، خلايا التبريد موجوده ماشي شباب. الارانب كل انواعها ماشي، المستعمل والجديد. يعني هو برضه يا مجد يا جماعه عنده هنا المستعمل والجديد ماشي اهو. هنا برضه الادويه اهو شباب، كل المستلزمات هنا بفضل الله يا شباب. طفار عنده ماشي، سقال اوتوماتيك، الكوع، النبل، الطبه، الجلده، جلده الجردل، سقيات الفراخ، الادراج، بطاريات البتاع الفراخ يا جماعه متوفره هنا برضو، والمطهرات هنا برضو متوفره يا شباب عنده ماشي. اسمك ايه؟ بلال. بلال منور يا جماعه اهوت ماشي. ابو بلال نور الدنيا والله، حبيب قلبي ربنا يكرمك. العسل ده اسمك ايه؟ علي ملوك. رواق. اسمك ايه؟ ماشي ليك من بقك. اسمك ايه؟ اسمي من بقك. جنى؟ جنى ايه؟ انت جنى؟ انت مالك؟ روان وجنى. روان وجنى صح؟ اه ما شاء الله ربنا يبارك. صح حالك. قال يا جماعه كل المستلزمات يا جماعه، انا برضه الزباين ما شاء الله بتشتروا ادويه يا جماعه المجد يا شباب. ان شاء الله المحل كبير ومعروف وله اسمه بفضل الله. اه يا جماعه ما شاء الله. وادي البطاريات، السلكات ماشي، الجناب فوق الارضيات والحواجز، كل حاجه يا جماعه هنا ان شاء الله بفضل الله متوفره. بورسعيد العلف اهوت، القمر بقى اللي قابلك هنا اهو. ناجح ناجح اللي قابلك، الف كده ناجح بقى. اللوجو بتاع القناه بتاع المحل يا جماعه، لوجو المحل المليار ارنب ما شاء الله ربنا يبارك. الاداره هنا يا جماعه، ده المسؤول بعد مجدي. مجدي مثلا في الشغل في مشوار الكلام ده يا جماعه، ناجح هو المسؤول هنا، هو اللي بيبيع هنا يا جماعه في المكان ارنب، سلاكه، علف، كل المستلزمات يا جماعه. اي حد عايز حاجه ان شاء الله. اسمك ايه؟ اسمك ناجح ايه؟ اسمي ناجح وليد. عندك كام سنه؟ عندي 13 سنه ما شاء الله ربنا يبارك. ناجح وليد يا جماعه 13 سنه ان شاء الله، منورنا ومشرفنا ان شاء الله، وانت شرفتني على قناتي على اليوتيوب يا ناجح. وانا مبسوط جدا بيك يا جماعه. انا رحت نبص هنا على عصافير زينه يا شباب، جينا رجال هنا ناجح ما شاء الله يا جماعه. عرقان ازاي؟ لقيت منزل هو واخوه العلف ده يا جماعه، الطن علف نزلوه على ما احنا رحنا بصينا على العصافير وجينا ماشي. وانا تحت امر الجميع. يلا يا مجدي رقم التليفون الثاني يا مجدي كده بسرعه. 012 ماشي 2315 ماشي 876 012 2315 0876 0876. وانا تحت امر الجميع يا شباب، اي حد محتاج اي شيء ان شاء الله هيبقى متوفر ان شاء الله باذن الله في بورسعيد عند اخويا مجدي. طبعا دي كانت حلقه النهارده، اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.